بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنحكي قصه الامير تدرس الشطب، استشهاده يوم 20 ابيب الموافق 27 يوليو اللي هو كان امبارح. تعالوا نعرف قصته سوا وناخد بركه. اول حاجه بنسميه الامير تدرس الشطبي لان باباه من بلد اسمها شطب، دي في صعيد مصر، ولانه كان جندي شجاع جدا في الجيش. الملك دقلديانوس خلاه والي على بلد اسمها اوخيتوس، وكان في البلد اللي كان فيها القديس والي عليها دي كان في تنين كبير قوي قوي، الناس كلها كانت بتخاف منه. كانوا بيقدموا له طفل او اتنين ذبيحه ليه. رئيس الملائكه الجليل ميخائيل ظهر للقديس تدرس الشطبي وقال له روح انقذ امرأة محتاجة معونتك. والست دي قالت للامير تدرس الحقني، اهل البلد عاوزين ياخدوا ولادي علشان يقدموها للتنين واستنجدت بيه. طبعا قدسنا الجميل الشجاع اول لما عرف الحكاية راح بكل شجاعة وحارب التنين وموته بالحربة اللي اخرها صليب بابا يسوع، ان الصليب هو رمز للانتصار والنصرة، وهو انتصر على التنين بقوة صليب ربنا يسوع. وفرحت طبعا مامتهم قوي قوي هي وكل اهل المدينة لان الامير تدرس خلصهم من التنين. وبعدين راح الامير تدرس اعترف قدام الوالي اللي هو الملك ان هو مسيحي وما خافش. الوالي اخده وتعذب عذابات كتيرة قوي قوي على اسمه، وبسببه آمن ناس كتير قوي بسبب القديس الأمير تدرس الشطبي، وبعدها نال إكليل الشهادة على اسم بابا يسوع. بنقول للقديس الأمير تدرس الشطبي ادينا يا رب بشفاعة حبيبك الأمير تدرس إننا نكون شجعان وما نخافش من أي حاجة، ونكون واثقين دايما ان انت معانا وبتحافظ علينا وبتحمينا من كل شر زي ما كنت مع الامير تدرس الشطب. تفسير اسمك في افواه كل المؤمنين كل يقولون يا اله القديس الشهيد الامير تدرس الشطبي اعنا اجمعين. بركته تكون معانا. سلام يا اصحابي، ربنا معاكم.